بعد ما عرفنا الاهميه ديال الاي كوميرس, بعد ما عرفنا كيفاش نقدو ستور, من بعد ما عرفنا كيفاش نديرو البرودكت ريسيرش, كنجيو لواحد المرحله اللي هي حاسمه اللي هي الكونتنت كرييشن, كيفاش تصاوب فيديوهات ولا ديزيماج اشهاريين اللي غيخليو ان الناس يتانتريسيو للبرودوي ديالك, يدخلوا يشريو من عندك. الكرياتيف ديالك اللي يمكن تكون فيديو ولا ايماج فهي جد مهمه. غنقول لك علاش, حيت هي اول كونتاكت اللي كيكون عندك مع الكليون بوتونسييل ديالك. فملي كيكون داخل شي واحد الفيسبوك مثلا وكيسكرولي, اول حاجه كيشوف في خدمتك هي الفيديو الاشهاري ولا التصويره الاشهاريه اللي صاوبتي. فإلا زقلتيها من الاول وما صاوبتيش واحد الفيديو اشهاري اللي كيجذب الناس وواحد ليماج اشهاري اللي كتجذب الناس, فكاع الخدمه الاخرى اللي درتي ديال المتجر ديال البرودي وديال هادي فهي ما غتخاش اون كونسيدراسيون. دونك بحال كبيتي الماء في الرمل. كان بالنسبه لي مهم انك سواء انفيستي الوقت باش تعلم هاد المهاره ولا تانفيستي الفلوس باش تقدر تصاوب واحد الفيديو اشهاري اللي يقدر يجذب لك الكليان. وملي كنقول انك خاص انفيستي الفلوس, راه ما كيعنيش انك خاص تحط واحد البيدجي كبير بحال لي براند باش تصاوب واحد الفيديو اللي يكون واعر. فيكفي انك تمشي عند فريلانس دير شويه ديال ريسيرش على الكونتنت في الانترنت وغتلقى فيديوهات اللي زوينين على داك البرودوي اللي خدام عليه, سيرتو الا كنتي خدام على تشاينا برودكتس. دونك دابا نشوفو كيفاش تصاوب واحد الكرياتيف اللي مزيانه. دونك اول حاجه انا كنركز عليها دائما هي انك ستادي داك الماركت اللي خدام فيه ولا ستادي داك البلاتفورم اللي انت باغي تادفيرتايزي فيها. يعني خاص تمشي دير واحد الدراسه شنو خدام في داك المارشي ولا شنو خدام في ديك البلاتفورم. فكما كنا قلنا فهادوك التولز ديال البروداكت ريسيرش هما واحد التول اللي مهمين, بحال الفيسبوك لايبراري بحال تيك توك كريتيف سنتر, كيكون عندك لاكسيل احسن لي كرياتيف اللي خدامين كتقدر تشوفهم وتانسبيرا منهم. فهنا خاصني نفرق ما بين لي بلاتفورم. فكل بلاتفورم عندها الخصوصيات ديالها. لي كرياتيف اللي كيخدموا في هادي ماشي بالضروره كيخدموا في هادي. داكشي اش كنقول لكم مهم انك دير هاد ستادي. ثاني حاجه خاصك تعرف ان الناس كيكرهوا الاشهارات. دونك هاد القضيه هادي اللي درتيها في بالك, خاصك انت الفيديوهات ديالك والكرياتيفز ديالك خاصهم ما يبانوش كاشهار قد ما انك حاولتي تبان ناتوريل في داك الاشهار ديالك. فكل ما قدرتي انك ما تخرجش على المالوف على شنو الناس مولفين في داك البلاتفورم فقد ما مزيان. فواحد الانسان اللي كيسكرولي مثلا في تيك توك وكيطلعوا ليه واحد الفيديوهات بواحد الطريقه اللي كيكونوا مثلا اقل من 20 سكوند, اللي كيكون فيهم يو جي سي يعني الناس اللي كيهضروا معاهم, ولا كيكونوا فيهم دي تشالنج ديال الموسيقى ولا هادي, وجيتي انت حطيتي لهم واحد الفيديو فيه دقيقه ونص وفي سكريبت وفي فويس اوفر, فهنا راك خرجتي على المالوف والناس ممكن ما غيعجبهمش الحال وغيدوزوا داك الفيديو ديالك. ثالث حاجه اللي كنركز عليها هي التيست. فاي حاجه شفتيها ولا طاحت لك في البال فخاصك تمشي تيستيها, حيت هذاك التيست واحد لوتي مزيان ديال التعلم. كنتيستي واحد النوع ديال لي كرييتيفز, كنتيستي واحد النوع ديال الفيديوهات, وكيرجع عندي الروتور بهذيك الداتا اللي كنشوف في لي بلاتفورم ديال الاز. هنا كنولي نعرف شنو كيخدم شنو ما كيخدمش. فما اقتصرش انا على شنو كيقولوا الناس, ولكن راه كما قلت لكم راه عندكم واحد التول ديال التعلم كبير. شحال هادي كانوا الشركات كيخرجوا برا عند الناس وكيعطيهم دي سونداج وكيسولوهم باش يلاه ياخذوا لافي ديالهم على بعض المسائل. دابا لا, عندك قدام يديك واحد التول ديال التعلم كبيره اللي تقدر انت هذاك السونداج كديرو بواحد الطريقه اوتوماتيك. اون فوا كتلونسي الاشهار ديالك كيرجع عندك الداتا ديالك اللي كتقدر تقراها وكتعرف واش هذاك البرودوي خدام, واش هذاك الكرياتيف خدمات لك, شنو ما خدامش فيها, شنو خاصك تبدل. داكشي علاش التيست مهم. كنتيستي بزاف الانواع وكنحاول نفهم, من بعد ما كنفهم كنطور وهي غاده. رابع حاجه اللي مهمه هما اللقطات اللي كتستعمل في الفيديو ديالك. خاص يكون واحد اللقطات اللي كيتونجاجو معاهم الناس اللي كيكابطيو لاطونسيون ديال الناس. يعني ماشي غنعمر انا داك الفيديو ديالي باش ما كان, خاص اي حاجه حطيتها في داك الفيديو يكون لها معنى ويكون لها دور في داك الفيديو. خامس حاجه خاص هادوك اللقطات اللي حطيت ما يكونوش ديما كيتعداو 6 ثواني باش كيكون داك الفيديو ديالك ديناميك, يعني ما فيهش الملل والناس كيقدروا يكملوا معاه حتى الاخر. سابع حاجه اللي مهمه هما دوك الفيديوهات اللي كيخدموا لنا مزيان, حنا كنجمعوهم مع بعضياتهم ونخرجوا منهم بزاف ديال لي فارياسيون ديال دي فيديو جدادين اللي غنقدروا نخدموا بهم. اللي خاصنا نعرفوا ان كل بلاتفورم عندها الخصوصيه ديالها فيما يخص الكرياتيف. فمثلا فيسبوك اللي هي من اقدم لي ريزو سوسيو اللي كاينين عندها واحد الخصوصيات اللي خاصنا نعرفوهم ونتبعوهم باش نقدروا نصاوب واحد الكرياتيف اللي يخدموا لينا في الاشهارات ديالنا. فمثلا فيسبوك اللي رديتو البال الناس ولفوا انهم يتفرجوا فيديوهات اللي كيكونوا مونتاج وكيكونوا طوالين وكيكونوا سكريبتد, يعني كيكون مقدم بديسكريبت. مقارنه مثلا مع تيك توك اللي كتلقى الفيديوهات غالبا كيكونوا فيديوهات قل من 20 ثانيه قل من 30 ثانيه وكيكونوا انتراكتيف, يعني الناس كيهضروا مع بعضياتهم صوب دي تشالنج صوب موسيقى صوب كيهضروا ديريكتومون. دونك هذه القضيه هذه الا فهمناها راه ديجا كنكونوا عرفنا ان هذه الكاتيجوري مثلا ديال لي كرياتيف هما اللي كيخدموا في فيسبوك. ان الفيديو خاص يكون مونتاج, خاص يكون فيه مثلا فويس اوفر, خاص يكون مقاد بواحد السكريبت
مثلا خاص يكون فيه واحد الهوك في الاول، خاصك تقدم المشكل، تكبر المشكل لهذاك الانسان اللي كيشوف، وتقبل تقدم ليه الحل. ممكن لا احترمتي هاد التراتبيه هذه، فراك انت غتصاوب واحد الفيديو اشهاري اللي غيخدم لك مزيان في فيسبوك. هادشي ما كيعنيش اننا نبقاو خدامين غير بالسكريبت ديال الفيديوز اللي كيكونوا مونتاج واللي طوال، لا، حنا نقدروا نجربوا دي زيماج، نجربوا فيديوهات يو جي سي يوزر جينيريتد كونتنت، فيديوهات اللي مصاوبينهم الناس مصورينهم عادي بحال دي انفلونسور كيهضروا على دي برودوي، هاد المسائل كاملين. دونك هنا غنخليكم مع دي زيكزامبل ديال الفيديوهات ودي كرياتيف اللي خدموا مزيان في فيسبوك. حنا دابا في الفقره ديال نشوفوا دي زيكزامبل ديال لي كرياتيف اللي كيخدموا مزيان في كل بلاتفورم. دونك كما شرحت لكم ان كل بلاتفورم عندها المميزات ديالها، كل بلاتفورم خاصنا ندرسوها بوحدها، ندرسوا لي كرياتيف اللي كيخدموا فيها مزيان، هكا نقدروا نبداو نصاوبوا دي كرياتيف اللي كيكونفيرتيو لينا. وسيرتو ان الكرياتيف كما قلت لكم راه هي اهم حاجه الا بغيتي تجيب واحد الكوست اللي هو مزيان، وهي اول حاجه اللي كيشوفها هذاك الكليون بوتونسييل ديالنا. دونك نخليكم مع كلكو زيكزامبل ديال دي كرياتيف بار بلاتفورم، غنشوف شي وحدين قلال مي غنحاولوا نشرحوا علاش هادو هما اللي كيخدموا مزيان. اوكي دونك حنا نبداو بفيسبوك دابا. دونك فيسبوك غنشوفوا الثاني، اول حاجه غنلاحظوا هي الفيديو مثلا فيه 53 ثانيه. هنا فيسبوك كنقدروا نخدموا بفيديوهات اللي طوال. دونك انا الان ملي كنت كنقلب لقيت هذا الفيديو وبغيت نعطيكم اكزامبل به، لانه كي عاوتاني فيه واحد فيه واحد الطريقه مختلفه. هل تعاني من آلام أسفل الظهر والعصب الملكي المعروف بالسياتيك؟ دونك هنا بداو بسميتو واحد طرح المشكل، هل تعاني من هذه هذه بزائد انه هذه الفورمه اللي كلاسيكيه ديال الفيديوهات ديال فيسبوك، وانا كطرح المشكل من بعد كتقدم الحل، من بعد كتعطي البينيفيتس وكتعطي طريقه الاستعمال وهذا الشيء، وكتعطي الكول تو اكشن في الاخر. يساعد يمنعك من الحركه بحريه ويحد من نشاطات. وهذا غير باش تعرفوا هذا فويس اوفر غير ديال الاي اي، يعني بالاي اي يخدموا فويس اوفر انيماسيون هذه يوميا. كيولي مشكل العديد من العلاجات لكن لا شيء يرد فعالا، ولكن لا داعي للقلق، لدينا الحل الذي تم تبحث عنه. سوشيال بروف عاوتاني اطباء، هذا فيديو غالبا خداوه من الماركت ديال اليو اس اي. من بعد كنوريو الحل اللي هو هذه الصمطه هذه. ومن العظام في امريكا يساعد الضغط المستهدف بالحزام القصري على تخفيف الضغط على الاعصاب. انا كتوري الناس دي زيكسبير اللي كيهضروا على هذا المشكل هذا، وكيهضروا على كيفاش هذا المنتج راه بصح راه كيقدم هذا الحل باش يخفف الم الضغط والورم. انه الحل المثالي للاشخاص الذين يعانون من الاعصاب الوركي وضغط القرص العنقي او مشاكل الضغط الاخرى. يساعد حزام الضغط تحسين وضعيه الناس. كنبقاو نشرحو نعطيو نحاولوا نخدموا بوسائل الاقناع بزاف. هذا تايب ديال الفيديوهات اللي كيخدم مثلا في فيسبوك. عندك هذا حتى هو لقيتو كان زوين عجبني. هذا عاوتاني تشوفوا واحد الطريقه عاوتاني زوينه فيه داكشي كاع اللي هضرنا عليه. عندنا واحد البانر الفوق جهاز توفير الوقود والنقود. دونك هذه ديجا كوبي رايتين زوينه، توفير الوقود والنقود. دونك كتقول لي بان راك غتوفر فلوس، ولا قلتي لنا انك غتوفر فلوس راه من اهم الحوايج راه هما الفلوس، دونك راه غيتبع معاك. فر الوقود والنقود وفر الوقود والنقود دونك على محرك سيارتك. هنا كاين دي فيديو انيماسيون زوينين مع جهاز توفير سريع. لاحظتوا راه 5 ثواني شحال من لقطه دازت، اللقطه الاولى فر الوقود والنقود وحافظ على محرك السن الثانيه سيارتك للابد مع جهاز توفير السن الثالثه. دونك في 5 ثواني 3 ديال السن اللي طاروا، يعني كتكون واحد السن واصل داك الشيء كيكابتي لا طونسيون ما كيخليش انا لوحدي من النقود الذكيه من شركه ايكول اليابانيه، فهو يقوم بتنظيم. دونك هو كاينه في الاول بديك وفر الوقود والنقود، وريناها كيفاش هذا كياثر على سميتو على الطوموبيل، ورينا بعد البرودوي اللي هو الحل القود العشوائي، ورينا طريقه الاستعمال ديالو، زدنا عاوتاني رجعنا كنشرحو حلوه بشكل منظم كيفاش شنو كيدير. 15 الى 3 عطينا انه شحال كيوفر، يعني الناس كيبغيو تعطيهم تكونتي في لهم مثلا النمبر ديال شي حاجه بحال قلتي لي مثلا غتوفر شي راه كتوفر، ولكن شحال غنوفر فهمتي، يعني نبريسيزي باش هو يقدر يتخيل فراسو، يقدر يحسبها فراسو، يشوف فراسو شحال غيربح باش يقدر يشري من عندك. مع زيادة عزم المحرك سهل التركيب ويتوافق مع جميع أنواع دونك حتى الألوان اللي تختاروا راه هما كيتماشاو مع البرودوي، كيتماشاو مع التوفير. التوفير حتى هو كنقدروا نديروه بالخضر فهمتي عكس الأحمر. فيديو فهمتي زوين ما طويلش بزاف، وفيه كاع ديك لي زيليمون اللي هضرنا عليهم.
شوفوا هذا زين هو انا داوم في مكان وبيتي في مكان والمحل اللي بروح له بعد الدوام في مكان ثاني مثل ما شايفين واحد دونك هذا حتى هو شفت الفيديو عجبني صراحه هذا غالبا يكونوا شافوا مع السيد هذه باش تصاوب لهم هذا الفيديو كنقولوا نطيحوا لها بحال هاد الناس هادو في انستغرام ميكرو انفلونسرز اللي كانوا عندهم مثلا 5000 ابوني 10000 7000 هاد المرات هادو كيبغيو واش يعطيهم البرودوي راح يدير لك فيديو بحال هكا غتقول ليه السكريبت شنو يدير ولا فين يدير وراه يدير لك بحال هاي يصور لك بحال هكا هذه من هنا لهنا فقررت اني اسهل عليها دونك شدوا هذيك السيده طرحوا المشكل انها عندها التراجي بزاف وانها تخصها بزاف الوقت باش توصل وانها كتعيا من بعد شدوا فيديو اخر اللي يمكن تلقاه في الانترنت عادي ديال هذا المنتج هذا اللي كيكون غالبا الصينيين هما اللي دايرينه ولصقوا مع هذا اليو جي سي وخدموا بها وخلى الفويس خدام من بعد خلى الفوتاج ديال البروبي حتى هو خدام انتي وانا عشان ديما ما كنتعطلوش في السيكونسز اللي كنديرو ترى رجعنا عاوتاني الفيديو الحين بدي اروح مشواري اكثر من شهر اوكي تا هو زوين سامبل بالنسبه لتيك توك وسناب شات انا جمعتهم في بلاصه واحده لانهم متقاربين نوعا ما من ناحيه الكرياتيف اللي كيخدموا فيهم فهم بجوج كيعتمدوا على اليو جي سي كما شرحنا هما فيديوهات اللي مصاوبينهم ناس اللي كيصوروهم اللي كيقدر يشد البرودوي يهضر عليه اللي كيكون كيهضر مع البوبليك هادو هما اليوزر جينيريتد كونتنت وكنلقاوه بزاف في تيك توك وكنلقاوه بزاف في سناب الغالبيه ديال هاد الفيديوهات هما ما كيتجاوزوش 30 ثانيه حيت الناس مولفين في هاد لي بلاتفورم انهم يتفرجوا فيديوهات قصيره دونك ما غاديمكنش انك تجي انت تحط لهم فيديو اللي فيه دقيقه غيجي ممل وما غيمشيش بواحد الطريقه اللي انسيابيه مع داكشي اللي شايفين هما في البلاتفورم هادشي ما كيعنيش ان الفيديوهات مونتاج واللي كيكون فيهم فويس اوفر ما كيخدموش لا بالعكس كيخدموا غير خاصك تحترم فيهم هاد الطريقه هادي والخصوصيات ديال هاد لي بلاتفورم دونك باش نزيدو نفهمو مزيان انا غنخليكم مع دي زيكزامبل ديال فيديوهات اللي خدموا مزيان في تيك توك وسناب شات اوكي دونك حنا نبداو بتيك توك من الاولين ونشوفوا واحد الكرياتيف ديال دي برودوي اللي كنا خدمنا عليهم اوكي فكره من الجهاز هذا انه يقال انه يصدر صوت الصوت هذا ينرفز انا بجرب الان بس بضغط الزر ونشوف شوف اوكي مجرد ما دونك هنا غتشوف واحد الكرياتيف اللي سامبل بزاف اللي ما فيهاش واحد المونتاج اللي ما فيهاش بزاف ديال الامور علاش حيت هادي يو جي سي اليو جي سي كما قلت لكم كيتميز انه كيبان واحد الفيديو ناتوريل اللي مصاوبينو الناس هنا كنشوفوا ان البرودوي ما فيهش لا مونتاج لا والو كيبين بوضوح الاستعمال ديالو وهذا الشيء كيخلي ان الفيديو عنده كريديبيليتي اكثر مصداقيه اكثر لان ما كاينش مونتاج ما كنحاولوش ندخلو لقطه مع لقطه وكنبينوا ان داك البرودوي شي حاجه اللي يقدر ما يكونش كيدير هاد الفيديو كان الفيديو اللي كان جاب لنا الكورس مزيان وكان خدم لينا مزيان في هاد البرودوي هذا اللي دابا راه كاين في الافيليت ديال المغرب وكيتباع مزيان دونك الا لاحظتوا هنايا داكشي بسيط عندنا هاد الجهاز عليه عرض هاد الاسبوع هادي واحد سميتو واحد الهيدلاين اللي كتخلي الناس انهم تعطيهم واحد السنس ديال الاورجنسي يعني واحد الاورجونس باش يمشيو ويدخلوا غير لان هاد البرودوي عليه عرض كما قلنا غير هاد الاسبوع هنا جهاز دبدبة يطردوا القرود عندهم مشكل هنا لقينا تما بان كاين بزاف عندهم مشكل مع القرود اكثر من الكلاب في السعوديه كذلك عندنا جهاز دبدبة يطردوا القرود فبلاصه اخرى نقدروا نديروا يطردوا الكلاب ولا حيوان اخر اللي كيشكل مشكل في شي في ديك البلاد وانا نطلب هنا كول تو اكشن نطلب جهازك اليوم ضغط الزر كان الجهاز ينرفز الكلاب بسيط فهمتي فيديو بسيط ولكن كيوري بوضوح ان شنو كيدير الفعاليه ديال هذا البرودوي هذا واحد البرودوي اللي كيحل المشكل زائد يو جي سي كيعني انك راه غتجيب واحد الريزلت اللي واعر بزاف نشوفوا هذا برودكت اخر بطريقه اخرى اوكي دونك هذا كوزميتيكس ونشوفوا من الاول تم التعيب باش راه مثل بشره العروسات اللي تخلي اي وحده تحتك عليها يسرع يطلبها قبل ان فات الكميه دونك هنايا عطينا من الاول اشنو غتستافد هاد السيده هادي اللي غتشري منا هاد البرودوي هذا ولا علاش غتفرج معنا في هاد الفيديو هذا باش انها تمتلك واحد البشره مثل بشره العروسات اللي تخلي اي وحده تحسد دونك هنا كنلعبوا على لي زيموسيون ديال داك اللي كيشوف الفيديو ولا ديك اللي كتشوف الفيديو باش نخليوها انها انتريسا وانها تفهم علاش ولا تعرف علاش خاصها تشري داك البرودوي شنو غيفيدها دونك هنا يسرعوا طلب الطلبيه قبل نفاذ الكميه نقدروا نخليوها حتى الاخر ونقدروا نديروها من البدايه
حضرتك انا مخطوبه يعني عايزه تصور. احلامي وتمني مع هذا المنتج. اوكي هنايا عاوتاني تيب اخر ديال الفيديو. هنا في الاول بدينا بواحد اللقطه اللي كتضحك انت هذه كتقول كتهضر مع هذا بواحد الطريقه اللي كتضحك كيقول لها صبري غنوريك شنو زعما شنو تاخذي. احلامي وتمني مع هذا المنتج. ومن بعد غادي نوريو هنا لقطات ديال المنتج اللي حنا كنبيعو وكتبين لهم هنا بالصفر المنتج اللي راح يغير بشرتك في اسبوع. دونك هنا عاوتاني بدي كولور اللي كيعاشروا لاطونسيون اللي باش يقراهم وكلمات ولا كلمات قويه وعبارات قويه اللي غتخلي ان هذاك ولا هذيك السيده تشوف وتفهم وتعرف ان هذاك البرودوي راه ليها وانه راه غيعاونها انها تبدل شي حوايج اللي هي لاقيه مع مشكل. اللي حصل على براءة اختراع جبنا لك الحل اللي راح يخلي وجهك مثل الزمان بل راح تشوف هنا عاوتاني اللي راح يخلي وجهك مثل الزمان. هنا المنتج راح يخليه ودرنا هنا جوج ديال التصويرات صغار ديال التجاعيد دونك ضربنا عليهم هنا بحال هكا. دونك هنا كيكون عندك واحد الفيديو مع كتابه مع واحد هاد التصاور دونك كيكون الفيديو مقنع فهمتي كتبقى تحاول ما امكن انك تجذب لاطونسيون ديال الناس تخليهم كيتفرجوا وتعطيهم دي زيليمون ديال الاقناع اللي غيخليهم انهم يثقوا في هذاك البرودوي يعجبهم داك البرودوي في الزمان بل من بعد انيماسيون اللي كتوري ان كيفاش هذاك البرودوي كيأثر على الجلد للبشره ديالك راح يخلي بشرتك تلقلق. من بعد ورينا هذيك اللي استعملت في الاول ولا وحده اخرى اللي استعملت البرودوي كيفاش ولات البشره ديالها زوينه تضرين. اطلب المنتج وحده اخرى عاوتاني هي السوشيال بروف. دونك هنا السوشيال بروف كيعني انك توري الناس اللي استعملوا هذاك البروداكت وزعما فادهم وعاونهم انهم زعما يحققوا دوك النتائج اللي كيقلبوا عليها مالك. دونك لا رجعنا عاوتاني نشوفو نعاودو نحاولو نديطايو اكثر. يعني عايزه تصور احلامي وتمني. دونك هنا الهوك كما قلنا ديما كيكون واحد الهوك اللي كيعاون انه ياتي لاطونسيون ديال الناس المنتج اللي حصل على من بعد كنشوفوا لقطات كل لقطه راه كاينه هنا لي سبب ماشي حنا غير كنعمروا الفيديو باش نعمروا كتشوف هنا شوف الفيديوهات 17 ثانيه 15 20 راه ماشي كافيه انك تكابتي لاطونسيون ديال الناس وتدخلهم عندك الستور اللي حصل على. دونك هنا ورينا وحده في الاول البشره ديالها فيها بعض المشاكل من بعد ورينا وحده اخرى كتطبق هذوك هذا البرودوي هذا في ميم باج ثواني كندوزو عاوتاني لقطه اخرى يعني داكشي سريع ما كيخليش ان هذاك المشاهد يمل ويخرج. بعد ورينا هادي ورينا مع التصاور حتى هي ميم با 3 ثواني ولا 2 ثواني ورينا الانيماسيون حتى هي ورينا وراها الريزولت الاول الريزولت الثاني. دونك نقدروا نزيدو هنا واحد الكول تو اكشن تاعو في الاخر يكون احسن. نشوفوا واحد اخر. يا هلا فيكم اليوم عندنا منتج للفوارغ. دونك هذا برودكت اخر من تايب اخر اللي فيه واحد الواو افكت غادجيت ديال الطوموبيلات نقدر نضيف عليها غير رائحه عطريه. دونك شدينا الفيديو درنا فيه فويس اوفر هذا شي فيديو اللي كانوا لقيناه في عند الشينوا الله تعالى تلقى واحد البلاصه كتبان فيها انا الشينويه انا ضرك ضربناها كل اللي علينا نسويه عاوتاني الوان اللي كتاتي لاطونسيون الكل راح يسالك شو سر فخامه ريح وريحه سيارتك. دونك هنا من الاول قلنا لي ان هذا البرودوي الا شريتيه راه شنو غيولي وقع كلشي غادي يسولك وكلشي باغي يبغي يدير بحالك لانهم غينبهروا خلي الكل ينبهر مع هاي المعطل الفخم. المويه يجي معها فلترين نقدر نضيف عليها غير رائحه عطريه تقدر الان تستخدمها بمجرد ما توصل اليو اس بي للكهرباء. هادو كامل اللقطات اللي كيكونوا فيهم تشارك شي وحدين فيهم مره لونتي فيهم واو افكت وما كنحاولوا ما نتعطلوش في كل فوتج ولا في كل سين كل دي ترانزيسيون بالزربه كل وحده كتكون كتوري شي حاجه اللي مهمه اللي زوينه اللي غتعجب العين وغتخلي ان داك المشاهد يدخل عندنا المتجر ديالنا. بالنسبه لتيك توك وسناب شات راه كيخدموا حتى بحال انا نزلت لكم غير واحد الفيديو هنا في سناب شات باش نوريكم واحد الطريقه اللي كنا كنخدموا بها الفيديوهات. دونك هنا كنا كنديروا التصويره الفوق زائد التصويره لتحت. التصويره لتحت كيكون فيها انت تربح من 50% من فاتوره البنزين هذه حتى هي كتعطي واحد كتعطي لذاك المشاهد شنو غيستافد من هذا البرودوي هذا افضل استثمار لك على المدى البعيد. دونك حتى هو عاوتاني بانك كتزيد تاكد ليه بانه خاصو يشري داك البرودوي ولا خاصو يتفرج في الفيديو. ايش هذا؟ وهنا بدينا بواحد الهوك هذا اللي كيقول جا وخرج شافو عيط على بيكالا يركب معاه قال لي الاخر شنو هو هذا
قال لي راه شنو راه نتنقل في البيكا على حيت ما كاينش هذا زواج جديد اليوم رايح ان شاء الله تقشف ريح دماغ قال لي من اليوم تقشف بسبب الثمن ديال ولا السعر ديال ليسونس المازوت اللي كيتستعمل دونك هنايا كنعطيو الحل دونك في الاول درنا واحد الحوك بالضحك ولكن راه كيطرح واحد المشكل ومن بعد دزنا سميتو شنو الحل وكيفاش يا خويا ولا تشيل هم سيارتك ابدا دونك هنا عاوتاني لقطات هادي كميه الوقود المستهلكه من 15 الى 30% ويعمل على بحال داك الفيديو ديال فيسبوك اوكي دونك تقريبا هادو هما الانواع ديال الفيديوهات صراحه اللي كنخدموا بهم ولا اللي كيخدموا مزيان كاين انواع اخرين حتى هما مي عامه راه كتشد هادشي وكتبدا تفرع منه الفيديوهات اخرين ولكن البرينسيپ راه واحد انك خاص ما امكن ما تخلي تاثير الاطونسيون ديال المشاهد تعطيه علاش خاصو يتفرج ما تخليهش يمل ما تخليهش يخرج وتخليه على انه يدير الكول تو اكشن ويمشي يدخل المتجر ديالك دونك حنا كنبداو الماركتينغ ديالنا من عمليه البيع ديالنا من هنا راه ما كتساليش هنا كدوز للمتجر ومن بعد المتجر كدوز للكول سنتر يعني انت دابا كامل في عمليه البيع حتى كتوصل ليفرو اللي هي وصلتها هو راه كيتسمى راه باقي ديك الساعه باقي ما كملاش عمليه البيع اللي حتى هو خاصو انه يمشي ويشد فلوس من عندك عاد كتكمل عمليه البيع دونك في الكاش اون ديليفري هنا كتختلف القضيه بزاف كيصحاب مره على جبتي المبيعه في بلاتفورم ديال الاد صافي راه ساليتي هي لا راك باقي الله بديتي في البروسيس باي سخر